فرنسا تعلنها رسميا من يتعاطف مع غزة في فرنسا سيتم سجنه 5 سنوات. بعد هالخبر نجم من العربي الأردني موسى التامري لاعب مونبلييه الفرنسي بنزل عنده هذا الستوري على انستغرام، ومع هذا الخبر نحن مع القضية. عرفتوا مين فخر العرب الحقيقي ولا لسه؟ موسى التامري هو فخر العرب. ليش طيب؟ بس عشان نزل ستوري عن فلسطين؟ لا والله مش بس هيك. موسى التامري من زمان وهو حلمه يلعب في الدوريات الخمس الكبرى في أوروبا، وهذا أول موسم للتامري في أوروبا، يعني أكثر لاعب لازم يكون خايف على مسيرته هو موسى. هيك ما تردد ابدا في دعم فلسطين. تخيلوا لاعب يتعب ويحاول وهو بالنسبه له حلم انه يلعب في اوروبا ويتحقق حلمه في عمر 26 عام، وفي اول موسم له في مونبلييه يغامر في نفسه لاجل فلسطين. جد هذا الموقف كبير منك يا موسى التامري، ما راح ننسى لك اياه طول ما احنا عايشين. وكلمه فخر العرب قليل عليك يا اخي، لعل وعسى باقي اللاعبين اللي ما تكلموا يتعلموا منك، والله المستعان.